السلام عليكم متابعين الأعزاء، سنقدم لكم اليوم موعد عيد الأضحى لعام 2024 في كل الدول العربية وكل الدول الإسلامية. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت تريد شراء قنوات على التليجرام تواصل معنا عبر هذا اليوزر. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا أن تدعمونا بلايك والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر معكم بنشر المزيد إن شاء الله. يستعد المسلمون في شتى بقاع الأرض للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وأكدت الحسابات الفلكية أن وقفة عرفات توافق يوم السبت 15 يونيو عام 2024 المقبل، بمعنى أن موعد أول أيام عيد الأضحى لعام 2024 يكون يوم الأحد 16 يونيو عام 2024، ويستمر حتى يوم 19 يونيو عام 2024، وذلك بعد استطلاع غرة شهر ذو الحجة عام 1445 هجرية الموافق يوم الجمعة 7 يونيو عام 2024،